السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم درسنا سيكون كيفية رسم العين بطريقة اللمس. أولا عليك أن ترسم دائرة كمرحلة أولى، بعد ذلك ترسم خط أفقي يفصل بين الدائرة، فستكون الجهة العلوية تساوي الجهة السفلية، ثم ترسم بؤبؤ العين. إن كان بؤبؤ العين في الجهة العلوية معناه أن الشخص ينظر إلى الأعلى، إن كان البؤبؤ في الجهة السفلية فإنه ينظر إلى الجهة السفلية، وإن كان على الخط مثلا هكذا فمعناه نظره سيكون أمامي مباشر. ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية التي نرسم خطي توجيه، خط عمودي وخط أفقي أيضا. بعد ذلك نرسم قزحية العين. الغرض من الخطي الأفقي والعمودي ستحتاجهما في المنظر الجانبي أكثر من المنظر الأمامي. بعد ذلك ترسم القزحية. ننتقل إلى المرحلة الثالثة وهو رسم اللحيمة. اللحيمة دائما تكون في الجهة السفلية من الخط الأفقي الذي رسمناه في أول المرحلة، ستكون بدايته هنا ونهايته مع حدود الدائرة. بعد ذلك نرسم الجفن السفلي. هنا هذا مثال الذي نرسمه، الشخص ينظر إلى الأعلى وهو جاحظ العينين، لذلك هذه المنطقة البيضاء ستنكشف بطريقة أكبر. بعد ذلك نرسم الجفن العلوي بهذه الطريقة، وستكون التقاء الجفن العلوي مع السفلي هنا في هذه النقطة في الخط الأفقي الذي رسمناه في أول المراحل. وبطريقة أوتوماتيكية سيظهر لنا تقاعر علوي وسفلي، يبين لنا هذا التقاعر الموجود بين الجفون والحواجب. نتحصل على الشكل النهائي بهذا الشكل. هذا مثال أول وهذا مثال ثاني بنفس المراحل. سأريكم فيديو لرسم كامل متكامل في بعد لحظات. كوبي.